الجبال. هنا سكواد كامل. مارك اللوكيشن. عمار بس عمار شيل يو وحش تعشيني هم كلهم هنا شال ثلاثة انا سكو هادين ان شاء الله ما نغدر بس ما تغدر شال ثلاثة منهم كلهم صعدوا تعال عليك تعال عليك هاي سنة المغامرات جاي سوي انا اسمع من هذا السكوة شال اثنين ومن ذاك السكوة شال ثلاثة ما عندي سلاح ما عندي ولا طلقة ايه عاش في يوم بي فدوس سريع ايك ما ردي هاي نكات فوق كم الزمن اليمين الزمن اليمين عوف الباقع عليك أسرع نوك فنش الزمن اليمين طلع الزمن اليمين طلع اليسار ضعي لم تسموك فوق عني هذا تعال تعال والله جاي والله جاي فوق عمار بعدك فوق اللي بعد اكو شريت واحد يم البيت الرئيسي هذا ذاب سموك يعني ريدي لوت اما حط له نيت الله عليك يا بلاد الله عليك يا بلاد يا عمر على التحليل عمار اسمع شفت لا خلصوا ضل فوق خلصوا وقعت واحد هناك Marked a location. الله ذا بسموك قلت هالجاي لو ذا بيتلت نص الاسموك. الله يا قلبي تعال 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 خلص هذا الدول تعال. هدي بلال ها؟ بس كل ما يقدر من واحد الكمبر. عمار شو ذاك الكوخ؟ اكو ناس قدامي شلت واحد هستوني ليش انت تشتبك ويا ذول؟ راح ناخذ يمين ونطبلهم ذولاك تعال 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 عفوا ما خليتهم هسه شايفهم انا شايفهم عمر واحد فوق واحد جوا انا خدر عمار انزل 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 عمر رايش لك البيت ذاك انا صعد لك شي هذاك قلت لك راح يضربك من اليسار قدرني اقول لي اعطيني ترى ما اعرف والله انا افتهمت اوه نادى هذا الشاق اجا دقات ثقيل ايه ما يتشاق هذا اوه بس هذا نادى
يلا باي باي. لك هذا بعدين. شيش والله اني ادب حضنا حاط على شو ما وقع مال عمار راح اركض وشيله. اوكي طيب اوكي خلنا على الجنبي. تريدني ادي ضلعي اعطي واحدة اي طيب 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 اعطيك انا ثنتين وانا واحدة. هذا مو بوشه مرشوعة. هذا شنو هذا؟ ما شفت طلع ما شفت له ما ضرب. عشينا 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 هذا. ليه فوق الناس عادي؟ يلا عمر الاربي خمس دقائق ننتظره. ايه يا حبي ننتظره ليش لا. يلا تدري التصنيف وقف هسه راح انت راح يفتح تصنيف جديد. تصنيف يعني كلها صفر نقاط جاي ينطوني. اوكي ثواني ضل اخلق وياك ثواني. يلا اوكي يلا انا اروح ثواني وارجع بين ما افتح الاربي. عمار تسمعني؟ ايه يا ضلعي اقول لك مرتضى اعرفه مرتضى ذاك اليوم نزل ويانا راح اضيفه. اضيفه؟ ايه بس قول له عشان بث يعني عشان ما تيجي بارة عشوائية. لا لا اخو شو ولد. الو روضة حبيبي. روضة تسمعني؟ حبيبي احنا عالبث تمام. بس ننتظر الاربي حتى نفتح الاربي نشوفه. وين راح تلعب مرتضى اذا فتحت تصنيف؟ والله ما عسك ما تلعب. لا انا بس فتح التصنيف قبل راح العب على سولو. وش وقت اليوم ينفتح الباجر؟ لا اليوم ينفتح هسه وقف التصنيف كله صفر. بعد إذا تلعب ما يحسبوا لك والله. اي والله الصفر. بس اخي السؤال يا اخي ملل ملل والله ضلعي ما انا صراحة ما لي خلق العب سؤال. عمار عمار تسمعني؟ اي حب اسمعك. من الساعة جبت على القيمة تعرف كل مكان كل دولة عندهم ناس مثلا ريف ناس كان بعيد عن المدينة تفهمني؟ ايه فاهمني؟ ايه فاهم ظلي. انت الفيديو شلون شفته؟ شفته بيديهم يعني هيك يعني تخبيص يعني شغل بوكسات كانت تحس انه يعطي ملاكمة ما يعني ما في أي سلامة النظافة يعني ما أكون شيء ما أعرف كيف أصور كيا بس كبس على وقتها. بس إنه وقتها أمير نجف قال لي إحنا مو هيش نسويها. قال لا قال هذولا مضرطة قال ماكو هيش. والله عمار شوف أيضا هي. أنا إيش ما راح أحكي لك ما راح أشرح لك ما راح نوصل نتيجة. أنت شنو اللي تشوفه يقول لك هذا الشيء موجود بس مو الكل. طبعا يعني انت